التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا. وفي كلمته أمام القمة أكد الرئيس السيسي أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات المصريين أكثر من أي وقت مضى. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تجنيب مصر الكثير من التبعات السلبية لجائحة كورونا، كما مكنت الدولة من تنفيذ إجراءات اقتصادية واجتماعية أثبتت فاعليتها على كافة المستويات. يستضيف العراق اليوم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور إقليمي ودولي ووسط إجراءات أمنية مشددة. ويأمل العراق من خلال المؤتمر في الحصول على دعم لاستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز دوره الإقليمي. في غضون ذلك أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقد التقى ماكرون في بغداد برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كما أجرى مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 234 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى خروج 329 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 237 ألف حالة. رياضيا، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصله إلى اتفاق للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس. ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو في عقد لعامين. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، حتى ألتقيكم على رأس الساعة.